قد إيه فرحتنا بتكون كبيرة لما بنقدر نساعد أي حد عشان يتعلم وكمان نلاقي حلول تسهل تعليمه. أكيد هنشوف نتائج مفرحة وتكون سبب في ثقته بنفسه. مايكل مصاب بمتلازمة اسمها ويليام سيندروم. المتلازمة ديت مش معروفة قوي وورد وايد يعني، بس هي اختصارا كده هي خلل في الكروموزوم السابع، وبتبقى حالة كل 500,000. والحمد لله الويليام سيندروم هم بيسموهم The Party Syndrome، اللي هم الولاد بيحبوا جدا جو المرح والبهجة وشخصيات اجتماعية جدا، بيتكلموا مع الناس بطلاقة، ما عندهمش أي مشكلة في اجتماعياتهم. بيتميزوا برضو ان هم عندهم الحتة الفنية عالية قوي، وخصوصا الموسيقى والغناء. يعني مايكل اللي كنت بعلمه حاجة مثلا لازم نغنيها له عشان يلقطها، يعرفها كويس ويغنيها. فده من ضمن طرق التعليم اللي احنا تعلمناها من بدري. يعني بدينا نشتغل معاه في حاجات كتيرة ومع ناس متخصصة، فده بصراحة في السنين الأولانية بتاعت مرحلة الطفولة بتاعته فرقت معاه قوي. إلى جانب طبعا أن أنا على سن 7 سنين لما ابتدى كده يشد حلو شوية، أو يمكن أقل كمان، يمكن 6 سنين، ابتدى ينزل المية هناك معهم، وبعد كده دخلته في النادي ابتدى يتمرن. فعلى سن 14 سنة 13 سنة بدينا ندخل بطولات، والحمد لله حققنا نتائج جميلة ودخلنا بطولات جمهورية كتير وأخدنا ميداليات كتير. فمايكل يعني ابتدى يحس بنفسه أكتر، وابتدى يبقى ياخد ثقة في نفسه أكتر. وبدينا بعد كده نتجه لاتجاه ان احنا طيب الى جانب الليرنينج ريسورس سنتر عايزين بقى ندخل في دائرة التعليم. وكان وقتها طبعا ما فيش حتة الدمج ديت، الموضوع كان مش سهل خالص لان ما كانش فيه دمج ساعتها. فكنا احنا كأهالي كنا بنشتغل بالجهود الذاتية موضوع الدمج ده. فدخلته مدرسة اسمها الايريش سكول، دي برضو موجودة في المعادي. برضو دول أجانب، المديرة بتاعتها من أيرلندا. فالمهم دخلت مايكل في الكلاس بتاعه، وكلهم أجانب بصراحة، لأن هم المدرسة قائمة على العائلات اللي بتيجي وعندهم عقد عمل في مصر لمدة 2-3 سنين. فالمهم إحنا دخلنا على أساس أن مايكل أساساً بيحب مستسهل لغة الإنجليش أكتر عن العربي. العربي بالنسبة له كان صعب، مش سهل إن هو كان يلقط الضماير، يعني مثلا هو وهي وبتاع يتكلم الإنجليش كان أسهل بالنسبة له. فعلشان كده كان اتجاهي كله ناحية الإنجليش. فالمهم خلصنا الابتدائية، حد الابتدائية معاهم، وهم للأسف يعني المدرسة لحد الابتدائية فقط. فروحنا قلنا طيب خلاص احنا هناخد شهادة، اتجهنا بقى في اللي هي التلمذة الحرفية وكده، وأخدنا الشهادة منها. وإن شاء الله كده طبعا عشان في عائق السن، إن السن كبر شوية، فإن شاء الله من السنة الجاية هنكمل تاني. يعني احنا ممكن مايكل يشتغل بالشهادة بتاعته، بس من السنة الجاية إن شاء الله في قانون جديد إدى للولاد الكبار في السن، أتاح لهم الفرصة إن هم يكملوا في ثانوي فني. فإن شاء الله كده هنقدم لهم السنة الجاية. الجزء الفني بقى اللي عايزة أتكلم فيه مع مايكل، إن بدينا من سن 7 سنين اشتغلنا مع مايكل إن هو يتعلم الأورج. فدخلنا مع دكتور كرم ملاك، ابتدى يتمرن معاه، وطبعا على يده كان ليه الفضل ان احنا اتعلمنا كذا مقطوعه. ومايكل يعني حتى ساعات بيبقى ليه مؤلفات هو الشخصيه بتاعته. ودخلنا طبعا حفلات وعرضنا على المسرح قصاد ناس كتير، وبدينا كمان نغني. مايكل ليه ترنيمه قالها بالانجلش قصاد سيدنا البابا في كريسمس 2019، برضو عرض في مسابقة اسمها مواهب ذهبية، وبرضو أخذ فيها جايزة. فهو الإنجليش كويس فيه، بيغني فيه،
ودينا بقى يعني شوية شوية الناس بقت تسمع صوت مايكل. إلى جانب برضو إحنا ككنيسة بكنيسة العذراء وقديس أثناسيوس مدينة نصر بدينا ندخل برضو مدرسة الشمامسة من وهو سن صغير، برضو كنا في ابتدائي فقعدنا 9 سنين في مدرسة الشمامسة، فده برضو أتاح لنا أن مايكل ينمي مواهبه وينبسط بالألحان. هو بيحب الألحان قوي، بيحب الألحان خصوصا الألحان الطويلة، هو بيحبها لأن فيها هزات كتيرة وفيها طرب هو بيحب يسمعه. يعني إشوري إنو بتدي بارثينوس بسارون ماتا آن إيم بلسو تي عصميسي إيمون عصوتي إيمون وعبقان نوبينا فالألحان ديت مايكل بيحبها قوي، وكان الحمد لله ربنا رتب ان احنا نشترك في فقره في حفله قادرون باختلاف النسخه الاولى، ومايكل كان ليه الحظ ان هو يقول مزمور 150 سبحوا الله بالكيهكي، باللحن الكيهكي، فقصاد الرئيس سيادة الرئيس. فده كان اول تجربه لينا يعني رسميه كغناء او كاداء يعني غنائي وترنيم، فطبعا الحمد لله الناس استحسنتها قوي وانبسطوا منها قوي، وسياده الرئيس كان مبسوط جدا بالترنيمه. مساء الخير، حابه اتكلم مع حضراتكم عن الدمج في التعليم الجامعي، لأي مدى نقدر إن إحنا نحقق استفادة كبيرة من إن إحنا نوفر ونعمل نوع من التيسير والتسهيل في كل الإجراءات لكل الطلاب الموجودين معنا في كل الجامعات المصرية من ذوي القدرات الخاصة أو الفائقة، بحيث إن كلهم يقدروا يتمكنوا من إنهم يحصلوا على نصيبهم وحقهم في التعليم الجامعي. لأنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في سنة 2017 قال أنه 5.6% بس منهم قدر أنه ياخد درجة جامعية بكالوريوس أو ليسانس، ده معناه أنه حوالي أكتر من 93% أو 94% ما قدروش أنهم ياخدوا حقهم، وكان ممكن يبقى عندهم الفرصة دي، لكن علشان بعض المعوقات الموجودة في الكليات أو الجامعات ما قدروش أنهم يلتحقوا بيها، أو مسألة مادية تتعلق بارتفاع المصاريف اللي بدأ يبقى موجود في الجامعات من حوالي 3 أو 4 سنين، أو عدم وجود تيسيرات في المكان نفسه والتسهيلات نفسها غير متاحة. في مبادرة كويسة جدا ولطيفة اتعملت في جامعة أسيوط من خلال انهم استمعوا لأحد الشكاوى من الطلاب اللي عندهم مشكلة معينة سمعية، انه مش قادر يتعامل اثناء المحاضره ومش قادر ان هو يفهم المحاضره لانه الدكتور بيتكلم بلغه هو مش قادر يسمعها كويس، عنده ضعف سمع، وفي نفس الوقت محتاج حد كمان يترجم له الكلام اللي بيتقال. الجامعه وقتها التفتت يعني لفت نظرها الموضوع ده وقالت انه طب انا عندي حوالي اكتر من 250 طالب عندهم اعاقات مختلفه، واضح انه المشكله ممكن تكون موجوده عند الناس كلها لكن الطالب ده الوحيد اللي افصح عنها واتكلم عنها، يبقى احنا محتاجين حل. وبالتالي عملت شراكة مع أحد الهيئات المانحة الأجنبية وتحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقدروا ان هم يعملوا مركز لدعم المعاقين الطلاب داخل الجامعه.
حجم الخدمات اللي بيقدمها المركز هو ده اللي احنا محتاجين نتكلم فيه، واللي بقترح وبأرجو وزارة التعليم العالي انها تعممه في كل الجامعات، لانه موجود بس في 5 جامعات: القاهرة وعين شمس واسكندرية واسيوط والمنصورة. المركز قدر ان هو يوفر معامل كمبيوتر للطلاب المكفوفين اللي مش قادرين ان هم يتعاملوا مع معامل الكمبيوتر العادية، فمتاح فيها طريقة برايل. قدر كمان انه يعمل تسهيلات في الطرق نفسها وداخل الجامعة، بحيث انه يبقى فيه رمبات، يبقى فيه اسانسير، يبقى فيه تسهيلات من البوابة لحد بوابة الكلية أو الإدارة اللي الطالب عاوز يتوجه ليها عشان ياخد الخدمة اللي هو عاوزها. فبقت فيه عربيات صغيرة زي الجولف كار تقدر أنها تنقله وبسهولة وتكون مخصصة ليهم فقط. قدر كمان أنه هو يحصل ليهم على دعم أو تخفيض في المصروفات الجامعية. كمان ابتدى يعمل خدمة الإشارة بقت موجودة داخل الكلية، بحيث أنه الطالب اللي عنده محاضرة معينة ومش قادر أنه هو عنده مشكلة سمعية معينة، فبالتالي يقدر من خلال لغة الإشارة يقدر أنه هو يفهم المحاضرة. مسألة تسجيل المحاضرات بالطريقة اللي تناسب الطالب ده مهم ان احنا نقف عنده شوية. بمعنى بما انه عندنا تنوع في الإعاقات وكل طالب ليه احتياج معين ممكن يكون مختلف عن زميله، يبقى احنا ما ناخدش كل ذوي الإعاقات في بوتقة واحدة. محتاجين نعمل على مستوى كل جامعة تصنيف للطلاب الملتحقين اللي عندنا واللي ليهم حق ان هم ياخدوا الخدمة التعليمية بكل التسهيلات بتاعتها، بحيث انه يقدر بالتالي يحقق استفادة، وبالتالي ده يسمع في نجاحه ويشجعه على انه يشترك في كل الانشطة. عندي اعاقات سمعية وبصرية بدرجات مختلفة، حركية بدرجات مختلفة، في اعاقات ذهنية ايضا فيها تنوعات مختلفة، وبالتالي تواجد مركز أو وحدة مسؤولة عن تقديم الدعم الطلابي للفئات دي بصفة خاصة ده مطلب مهم جدا أنه يتعمم. النقطة التانية تكون عندها الآليات اللي تقدر بيها تستقبل اقتراحاتهم وشكاواهم. بمعنى ممكن أحد الآليات دي مش لازم ولي الأمر بنفسه يروح يقدم الشكوى أو يقدم المقترح، لكن ممكن نعمل خط ساخن في كل جامعة بحيث أنها تتلقى التليفون من ولي الأمر أو من الطالب بعد ما تتحقق من خلال الرقم الكود بتاعه أو رقم الجلوس ومن خلال الرقم القومي بتاعه. النقطة الثانية أنه من خلال ميزانية الجامعة يكون جزء منها مخصص علشان لو انتهى الدعم اللي جاي من الهيئة المانحة بعد 5 سنين، وده اللي بيبقى الشيء المتعارف عليه، يكون عندي دعم مالي مخصص ليهم، زي بالظبط ما بنخصص جزء من ميزانية الجامعة للبحث العلمي أو بنخصص جزء للأنشطة الطلابية أو لاتحاد الطلبة. يكون عندي جزء مخصص لدعم المركز علشان يقدر يكمل الخدمات بتاعته وتقدمها ويقدر يقدم لهم التيسيرات. بالنسبة للمواصلات الداخلية داخل الجامعة محتاجين نلقي عليها نظرة، وخصوصا انه في جامعات واسعة جدا وكبيرة جدا والحركة فيها يعني بتاخد وقت لو هتنقل من البوابة لحد الكلية قاعة المحاضرة او لحد شؤون الطلبة، دي بتبقى مسافة على الطالب العادي. طيب بالنسبة للطالب اللي على كرسي متحرك او الطالب اللي محتاج حد يكون بيساعده وما قدرش يكون في حد موجود معاه اليوم ده، هل ده يعوقه على ان هو يدخل الجامعة وياخد محاضراته؟ لا، التعليم عن بعد وتوفير كل الآليات دي بقى موجود دلوقتي، فبالتالي جزء كمان في التعليم الإلكتروني لازم يكون خدماته مخصصة ليهم. يعني خلال السنتين اللي فاتوا احنا خلال كورونا كل محاضراتنا كانت على الزوم او على المايكروسوفت تيمز او غيرها، كلها كانت بنستعمل فيها الصوت والصورة. عملنا ايه للطلاب اللي عندهم اعاقة ما قدرش لا يشوف الصورة ولا يسمع الصوت؟ يبقى ده بيلفت نظرنا ان احنا كل الحاجات دي خلاص احنا اختبرناها ومرينا بيها وعرفنا دلوقتي ايه اللي احنا محتاجينه منها، وعندنا كمان اقتراحات ان احنا نقدمها علشان نساعد الولاد دول ان هم يندمجوا اكتر.
لأنه المصطلح حلو جداً، الدمج في التعليم الجامعي وحلو جداً ومشجع جداً، لكن أنا لو هروح أتلقى الخدمة ولقيت معوقات يمكن ده يخلي بعض الطلاب يبقى عندها عزوفة على أنها تكمل، وده اللي خلى فيه انخفاض شديد جداً في نسبة اللي قدروا أن هم يكملوا وياخدوا الدرجة الجامعية. محتاجين نشتغل كمان على محور التدريب، بمعنى عندنا تدريب للطلاب دول أنفسهم، وعندنا تدريب كمان نقدر نديه لأولياء أمورهم، وده دور الجامعة الحقيقة. الطلاب نفسهم محتاجين تدريب في كل المناحي، بمعنى اللي قادر إن هو ما عندهوش إعاقة غير بس الإعاقة الحركية، لكن عنده أفكار لمشروعات، أساتذة كليات التجارة وإدارة الأعمال وهم نخبة متميزة جداً في على مستوى كل الجامعات المصرية، يقدروا يتبنوا أنهم يقوموا بمجموعة من الدورات التدريبية اللي تساعد الشباب دول على أنهم ينموا أفكارهم ويبتكروا فيها أكتر ويشتغلوا على مقترحاتهم، وبالتالي يعملوا مشروعاتهم الصغيرة بإمكانيات توفرها لهم الجامعة من خلال التدريب ومن خلال توفير ملتقيات مع رجال الأعمال اللي يتبنوا الأفكار، وبالتالي في قطاع قدر ان هو يستفيد من الدورات التدريبية المخصصة اللي هي بتخاطب القادرين على تطبيق أفكارهم وطرحها. في فئة أخرى ولنقل مثلا المكفوفين، بيكون عندهم أيضا مجموعة من الاحتياج لدورات تدريبية معينة، منها مثلا إزاي يعبر عن احتياجه، إزاي ان هو يتفاعل مع الزملاء المحيطين به، عايزين نغير نظرة زملائهم ونظرة أعضاء هيئة التدريس، لأنه التعامل مع هذه الفئات هو ناحية إنسانية بحتة، بالعكس هو النواحي الإنسانية لازم تكون للكل وليست لفئة معينة، وفي نفس الوقت هو محتاج كمان يشتغل على تطوير وبناء قدراته. بناء القدرات أنا بشوف أنه بيبتدي من الجامعة مش بيبتدي بعد التخرج، وكمان بيكون شغال معنا أثناء الأجازة الصيفية وأثناء كمان أجازة نص السنة. دمجهم في الدورات التدريبية لبناء قدراتهم محور مهم جدا محتاجين نشتغل عليه، مش بس في ريادة الأعمال لكن كمان في حل المشكلات، إزاي لو قابل صراع معين أو مشكلة معينة يكون عنده استراتيجي يقدر يستعملها بطريقة بسيطة جدا وهو قادر يحل مشكلته وقادر أنه هو يواجهها، إزاي يعبر عن احتياجه، إزاي يقول احتياجه ده للإدارة الجامعية أو يقوله للأسرة، إزاي يبقى في حوار داخل الأسرة، علشان بنشوف في بعض الأسر في نوع من أنه ما فيش حوار معاهم غير على بعض يعني الحوار بيكون من طرف واحد في بعض الأحيان، هم ما بيقدروش أنهم يعبروا عن ده، محتاج أنه هو يعرف ياخد دورات تدريبية خاصة ليه هو إزاي يجري حوار وإزاي يحل المشكلات وإزاي يتبنى مشكلة منهم. محتاجين كمان يكون على مستوى اتحادات الطلاب في كل الجامعات المصرية لجنة واحدة تنظيمية منسقة تكون قادرة أنها تعمل خطة عمل سنوية، بحيث أنه الطلاب الجدد أثناء ما هو بيملى بيقدم الملف وعاوز يلتحق بالكلية بيقدم كمان بيملى كمان استمارة للاحتياجات، بيقول أنا محتاج إيه، سواء كان في البنية التحتية اللي ممكن تتعمل وتتجهز بأبسط التكاليف، سواء كان في الناحية الفنية في المعامل أو في المواصلات أو في الاحتياجات الفنية الأخرى اللي بيحتاجها في التدريب، ممكن يكون محور ثالث الاحتياجات الإدارية بتاعته، هل أنا محتاج موظف يكون قادر أنه يعرف يتعامل إزاي مع نوع كل إعاقة، دي نقطة محتاجين نعرفها، الموظفين بيتعاملوا إزاي مع ذوي الإعاقات المختلفة، إزاي يقدر يتعامل مع كل واحد منهم بطريقة فيها نوع من الاحترام، التقدير، تلبية الاحتياج حتى لو أنا مش في إيدي دلوقتي لكن هعمل على أن أنا هنفذه. الموضوع ما هواش أنه بيتعامل زي كل الناس بنأجل في المهمة بتاعته، لا تعالى بعدين، لا تعالى بكرة، لا تعالى الأسبوع اللي جاي، وأنا ما عنديش الآلية اللي أنا أشوف بيها أو أرصد بيها احتياجه. مهم كمان نعمل بناء قدرات للموظفين عشان يقدروا يتعاملوا مع الطلاب دول في كل الإعاقات.
اللجنة اللي هتكون موجودة على مستوى الاتحادات الطلابية بعض منها يكون من الطلاب المتطوعين علشان نساعد الشباب على ان هو يتطوع ويكون كمان قادر انه يحس بنوع من المشاركة ان هو بيساعد الآخرين اللي حواليه، ودي قيمة مهمة جدا ان احنا نربيها في اولادنا في اثناء الجامعة. وكمان هو بيستفيد بالوقت بتاعه وكمان بيقدر ينمي هو قدراته على المستوى الخاص. اللجنة دي بتاخد الاستمارات الاحتياجات اللي عملها الموظفين على مستوى الجامعات وبتعرف منها أوجه النقص الموجودة في كل جامعة إيه والاحتياج اللي تقدر إنها تلبيه إيه هو، وبالتالي عليها تقدر تحط خطة عمل سنوية قدرت إنها تدمج احتياجات الطلاب الجدد اللي داخلة في بداية السنة والطلاب القدام اللي طالعين منها، بيقول لي ايه خبراته، بيقول لي ايه قصه نجاحه اللي قدر ان هو يحققها، بيقول لي ايه الامتياز اللي حصل عليه وغيره ما قدرش يحصل عليه، ايه قصه النجاح اللي تخليني ان انا اشاركها في الجامعات الثانيه وتبقى نموذج وتتكرر في جامعه وثانيه وثالثه. الاحتياج المادي لو مش موجود في جامعه، طيب جامعه ثانيه قدرت انها توفره، طيب ايه الاليات. وبالتالي مساله تدوير وتدويل قصص النجاح والاستفادة من الاحتياجات اللي تم تلبيتها اتعملت ازاي وازاي نعمل ده وتبادل الخبرات ما بين كل الجامعات، ده نقطة مهمة جدا لانه الهيئات المانحة بتدي لعدد محدود جدا من الجامعات اللي قدرت انها تعمل مقترح قوي واشركت كل اعضاء هيئة التدريس واشركت فيه متطوعين وتوفرت عندها آليات معينة قدرت تقدم بها المقترح. لكن في جامعات تانية لسه مش يعني بتحاول إنها تعمل مقترحات ناجحة. طيب هل إحنا نوقف تلبية احتياجات ولادنا علشان خاطر أنا مش قادر أعمل مقترح أحصل بيه على تمويل من الهيئة المانحة؟ أعتقد أن ده معوق، يعني مش المفروض يكون في حسباننا، لكن إحنا بنشتغل بالأدوات الموجودة عندنا. تدريب سهل جدا يكون مجاني من خلال داخل الاستعانة بنفس أعضاء هيئة التدريس الموجودة جوه الجامعة، بيدي جزء من وقته متطوع فيه، الشباب كمان بيكون حابب أنه يشارك، كل الشباب الموجود في وحدات خدمة المجتمع والبيئة كله بيبقى عاوز ان هو يخدم وعاوز ان هو يشارك. تدريب الموظفين سهل جدا كمان ان هو يكون مجاني، وفي اوقات لو ساعة اخدها خلال اليوم كل يوم يبقى انا عملت 7 ساعات تدريب على مستوى الاسبوع على مدار الاسبوع كله او على مدار 10 ايام. اعتقد انه السبع ساعات دي هتفرق كتير جدا في مهارات الموظفين وفي مهارات الطلاب. حابة أختم في النهاية بأنه اللجنة العليا الموجودة على مستوى وزارة التعليم العالي واللي بتساعد في أنها تحط صياغة للقوانين، إحنا محتاجين أن إحنا نشتغل معاها بطريق غير مباشر من خلال كل الجامعات، وأرجو أن تكون المقترحات اللي قلتها يعني حسيتوا أنها مهمة يجوز وتقدروا أن كنتوا تستفيدوا بيها. كل حاجة بتتغير للأفضل لما بنقرر ندي فرصة لذوي القدرات الخاصة عشان يكونوا جزء من المجتمع، يتفاعلوا معاه ويفيدوه وياخدوا فرص كتيرة عشان تظهر مواهبهم وقدراتهم. يسعدنا استقبال اقتراحاتكم وأسئلتكم من خلال قسم العلاقات العامة بقناة CTV على الأرقام التالية 01-22-56-44-999 أو على 02-66-33-357 أو على الإيميل الخاص بالبرنامج insan@ctvchannel.tv insan@ctvchannel.tv.
أنا ليا كيان أنا عندي طموح جوا فنان لكن